بمناسبة الحملة الدولية 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تنظم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج النسخة الرابعة من اللقاء الوطني لفائدة النازلات حول موضوع المرأة السجينة بين واقع الاعتقال ومتطلبات حماية المصلحة الفضلى للطفل المرفق. هذا النشاط يعرف أيضا في فقرته تكريم الراحلة عائشة شنا عرفانا لها على المجهودات التي بذلتها طيلة مسار حياتها للدفاع عن حقوق المرأة. أيضا يعرف تنظيم رواق للفن التشكيلي من إنجاز نزلات المؤسسات السجنية بالإضافة إلى برمجة جلستين في الموضوع لفائدة النزلات يتم تأطيرها من طرف أساتذة وخبراء ويتم تناول هذه الجلسات من زوايا قضائية حقوقية قانونية اجتماعية إنسانية تتناول موضوع المرأة خاصة المرأة المرفقة بالأطفال. هذا البرنامج يندرج في إطار تنويع البرامج الذي تنظمه المندوبية العامة وأيضا يندرج في إطار المقاربة التي اعتمدتها في تفريد البرامج الموجهة لمختلف فئات نزلاء المؤسسات السجنية خاصة نزلات المؤسسات السجنية، وهي مناسبة أيضا تؤكد المندوبية العامة على انخراطها في كل البرامج التي من شأنها تحقيق إدماج فعلي وحقيقي لفائدة النزلاء، وأيضا من خلال الانخراط في كل المخططات الوطنية التي تهتم بموضوع المرأة والمرأة السجينة على وجه التحديد. كل لقاء الوطني لفائدة النزلات تحت شعار المرأة السجينة بين واقع الاعتقال ومتطلبات حماية المصلحة الفضلى للطفل المرفق. في هذا السياق كنشكر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على السهر ديالها الدائم باش المرأة المعتقلة ما تبقاش دائما تحت النظرة المجتمعية السائدة، بل بالعكس اليوم الحمد لله كنشوفوا أن السجن ما بقاش فقط مؤسسة تطبيق العقوبات، بالعكس بفضل مؤسسة إعادة الإدماج ولات المرأة المعتقلة كتحمل شواهد منها الخياطة، الحلويات، الحلاقة، وكذلك ما نساش أنشطة الرسم والمسرح إلى آخره. هذا الشيء اللي كيخليها من بعد تندمج داخل المجتمع. كنبغي كذلك نتمن ما تقوم به الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من مجهودات تحت شعار 100% سجون بدون أمية. لاحظت في هذه الدورة وخلافا على الدورات السابقة اهتمام المندوبية بالطفل المرفق. الحمد لله اليوم لو عندنا دور أمهات مرافق أنشطة فهاد النطاق اللي كتساعد الطفل المرفق باش أنه ما يبقاش دائما تحت النظرة ديال أنه فقط جاء باش يدوز عقوبة، بل بالعكس يكون داخل أنه مع أسرة. لأنه كنشوفوا دابا دور أمهات اللي عبارة عن ديور، يعني ماشي فقط سجن يعني وأسوار إلى غير ذلك. فهذا الشيء كنشكر بزاف وكنقول الله ينصر سيدنا وشكرا. واحد تغير جذري من مفهوم المؤسسة السجنية العقابية القائمة على الرد إلى مؤسسة سجنية قائمة على الإصلاح وتقويم النزلاء. كما كتشاهدوا اليوم المؤسسة السجن المحلي أيتم النجوت منظم واحد تظاهرة وطنية على المستوى الوطني لفائدة النازلات تحت موضوع متطلبات المرأة المرتفقة والمصالح الفضلى وأطى الإدماج داخل المجتمع. كما كتشوفوا يعني استنادا على المقاربات الاجتماعية والنفسية استطعنا أنه نتجاوزوا واحد جملة من المعيقات اللي غتكون لينها يعني عاقبة في الحياة اليومية ديالنا داخل وخارج أسوار السجن. والحمد لله بالمجهود مندوبية لإدارة السجون وبفضل تحت الإشراف الفعلي لملكنا الهمام استطعنا نتجاوزوا هذه العقبات ونكونوا نعبروا على الأصوات ديالنا عن طريق يعني الرسم والمسرح وجميع وجملة من الأنشطات.